الأهلي بيبيت في الإسكندرية كلاعبين، لكنه ترتيبات مباراة السبت وحضور الجماهير، التذاكر هيكون ماشية إزاي؟ الجمهور اللي هيحضر الظروف ماشية إزاي؟ معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لنادي. سيادة العميد أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، إزي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك، تحياتي وموفق دايما. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. الموافقة الأمنية على مباراة السبت 5000 برضه مش كده؟ اه تمام، 5000 وبرج العرب ان شاء الله الساعه 8 باذن الله. برج العرب الساعه 8. المباراه اتنقلت مرتين، متهيألي كانت في السلام المفروض. كان المفروض في السلام، وكان في خطوات جديه فعلا. كل المباريات هتتعمل في القاهره، سواء الاهلي الزمالك، بيتروسبورغ الاهلي في استاد السلام. ولكن طبعا احنا شايفين ظروف، طبعا يعني امن ولادنا وامن بلدنا اهم من اي شيء، واحنا بنتعاون وكل الهيئات والانديه بتتعاون مع الامن عشان خاطر سلامه الجماهير اهم من اي شيء. فالحمد لله احنا نقلنا برج العرب، الامن نقل برج العرب، وعلى الفور طبعا احنا خدنا كل الاجراءات، واتعملت لجنه الامنيه امبارح، والجمهور 5000 ان شاء الله. واحنا فتحنا السيستم الحجز الجماهير النادي الاهلي، والحجز مستمر، وان شاء الله التذاكر بكره هيستلموها عن طريق المنافذ على مستوى المحافظات ان شاء الله، وفي منافذ برضه لاعضاء الجمعيه العموميه داخل النادي، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. يعني بكره تبقى مطروحه لاعضاء النادي في مقرات النادي. هو من النهارده بالفعل موجوده في مقرات النادي الثلاثه، وبرضه بالفعل على السيستم شغال من امبارح، في الحجوزات شغاله على السيستم، الحجز هنقفله النهارده، وهيبتدوا يستلموها فعليا من المنافذ اللي موجوده على مستوى المحافظات ان شاء الله، كل واحد حسب ما حجز من اي منفذ. في اي تعليمات مختلفه؟ في اي ظروف استثنائيه؟ لا نفس التعليمات، انا بس احنا برضو هنفضل نناشد ولادنا ونناشد شبابنا ونناشد يعني شبابنا المتحمس اللي بيجي يشجع. لان شفنا مباراه الاهلي والزمالك، كان دي اول مباراه تقام على يعني في مصر بجمهور من 2014، وكانت مباراه رائعه. اه كان في خروج عن النص في اطار الكوره وفي اطار المسموح بين الفريقين، ولكن في الاخر هناك غرامات بتوقع، غرامات ماليه بتوقع على صحيح. لازم الجماهير النهارده، الجماهير اللي بتحب ناديها النهارده، هذه المباراه بتكلف النادي مبالغ ماليه طائله، يعني مبالغ طائله جدا. لازم النهارده يبقى في ايرادات، لانك انت بتطالب النادي يجيب اعلى صفقات، بتطالب النادي على مستوى الالعاب كلها يجيب صفقات قويه، اجهزه فنيه قويه، كل دي محتاجه مصروفات. لازم النهارده الجمهور بقى نتنقل للثانيه، انت شريك اساسي معايا، الكرسي اللي بتكسره انا بدفع فلوس، الخروج عن النص انا بدفع فلوسها، اي خطا حضرتك بتعمله اداره النادي هي اللي بتتحمل هذا الخطا. صحيح. هي النهارده عشان بس في برضه على السوشيال ميديا بقت خلاص الناس بتاخدها ده موضوع يعني جدار او قصه، لا لو النهارده احنا شركاء، سواء جمهور، اداره، جمعيه عموميه، احنا شركاء في هذا الموضوع. كل مبليم احنا بندفعه غرامه، ده بيكلف النادي. اي مباراه احنا بننظمها بتكلفنا مش اقل من 500 ل 600 الف جنيه، تامين لحجز ملعب، لتدريب، لحجز فنادق، لاقامه، كل دي مصروفات. ما بالك كمان النهارده الزياده بندفعها الخسائر اللي بتحصل، تحافظ على المنشاه اللي انت داخل فيها، لان انا بحاسب عليها. احنا بنناشد جماهيرنا، احنا عايزين نغير الشكل العام لجمهورنا، عايزين دايما النادي الاهلي صباط. يعني احنا بنقول نشجع فرقتنا زي ما انت عايز، الشمروخ اللي بيتولع ده انت بتفرح بيه، وما يعني بس بيكلفنا احنا كتير. النهارده الشاموخ ده 50000 جنيه غرامه، الخروج عن النص 50000 جنيه غرامه، يعني بتشجع او بتخش في اطار بره تشجيعك، النهارده في 350 او 400000 جنيه غرامات موقعه على الناديين. تكلفه المباراه نفسها. فلازم بقى النهارده اولادنا المتحمسين يبقى عندهم وعي بهذا الكلام، انت شريك معايا اساسي في هذا الموضوع، بتطالبني الصفقات، بتطالبني ان انا اجيب احسن صفقات. ودينا النهارده شايفين يعني الاسعار اختلفت تماما، لو كابتن عادل القيعي موجود، لا الاسعار اختلفت تماما. صحيح. كل النهارده لازم عشان تدعم فرقتك حافظ كمان على موارد ناديك. صحيح. اهم حاجه بالنسبه لنا. صحيح. منافذ الدخول، بوابات الدخول كلها متاحه للجمهور. ان شاء الله باذن الله، باذن وتبقى مباراه باذن الله جيده، وان شاء الله باذن الله فرقتنا تقدم عرض جيد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وقال